وقبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو أحلام تبشرني بأن المولود ذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. من الأحلام الجيدة جدا بالنسبة للمرأة المتزوجة اللي بتتمنى أن ترى رؤية تبشرها بأن حملها سيكون ذكرا. مش عايز أقول للأسف، ولكن ده واقع أن كثير من النساء للأسف الشديد بيتمنوا أن المولود يكون ذكر أكثر من النساء اللي هم بيتمنوا أن الجنين يكون أنثى. تمام؟ فمعانا أحلام النهاردة بتدل على أن المولود ذكر في عجالة سريعة عشان نلحق صلاة العصر. طبعا الفيديو ما بياخدش أكثر من دقيقة. أول رؤية معانا وهي رؤية فستان السهرة الطويل. فستان السهرة الطويل. رؤية بعد كده رؤية الحبر الأزرق، رؤية القرط أو الحلق، رؤية الكعب العالي، رؤية الهروب من الشخص، رؤية الشهيد، رؤية الشعر الطويل، رؤية السيارة البيضاء، رؤية الفيلا، رؤية الجنيه الذهبي، رؤية المرأة الحامل أنها ترضع طفل ذكر، رؤية قميص النوم الأسود. بمناسبة الثياب، كل ما كان اللون غامق بيكون المولود ذكر، أما الألوان الفاتحة الأصفر والأبيض والبرتقالي والوردي، الألوان الفاتحة دي بيدل على الجنين أنثى. فقميص النوم الأسود يدل على أن الجنين ذكر بإذن الله تبارك وتعالى. رؤية الكتاب مفتوح، الجنين ذكر. رؤية النحل، الجنين ذكر. رؤية الطفلة الجميلة، رؤية عكسية، طفلة تدل على أن المولود ذكر إن شاء الله. رؤية فستان السهرة الطويل، هذه الرؤية تبشر بأن المولود ذكر. تدرون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.